زار عدد من أعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، واستمعوا منه لشرح عن القناة وأهميتها في التجارة الدولية. كما قام الوفد برفقة عدد من مسؤولي القناة بجولة بحرية في قناة السويس. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا شكري عبد الحميد. احتفلت هيئة قناة السويس بالأشقاء من مملكة البحرين في يوم جاء مبرمجا ضمن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمصر، إذ استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وأعضاء الهيئة الوفد البحريني في مقر الهيئة بالإسماعيلية بترحاب كبير. ثم قام الفريق مهاب مميش بشرح عملي لمشروعات الهيئة منذ حفر قناة السويس القديمة وحتى افتتاح قناة السويس الجديدة العام الماضي وآفاق المشاريع والاستثمارات فيها. منذ أحداث 25 يناير 2011 اللي حصلت في مصر وحتى الآن لم تتوقف النجاح في قناة السويس ولو للحظة واحدة. المؤسسة الوحيدة اللي في مصر تعمل 24 ساعة دون توقف، بل حققت أعلى عائدات لها في التاريخ 2014 و2015. ثم شاهد الوفد البحريني أفلاما تحكي هذه القصة التاريخية لقناة السويس، وكذلك آفاق المرحلة المستقبلية لقناة السويس ومحور القناة. وقدم الفريق مميش درع الهيئة هدية للوفد البحريني والسيدة أفنان الزياني رئيس الجانب البحريني لمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك. وكذلك تبادل الطرفان الهدايا التذكارية خاصة البحرينية إلى هيئة قناة السويس والفريق مهاب مميش. وأكدوا جميعا بعد ذلك على شعورهم الطيب، خاصة أن زيارتهم تتواكب مع زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر. البحرين لها مكانة في قلب كل مصري، ومواقفها يعني حتى في الفترة الأخيرة مواقفها داعمة لمصر في كل المجالات، والحقيقة العلاقة بين جلالة ملك البحرين والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني علاقة نموذجية للإخوة والملوك والرؤساء العرب. أنا كنت أتابع يوم بيوم مشروع القناة من البحرين، أنا من المحبين لجميع أخبار مصر وأتابع يوم بيوم، فكنت أرى كيف هو كان فعلا الرمز اللي كان يخلي الفريق كله يتطلع إليه لما هو يكون في الموقع أول واحد. لا يمكن لأي أحد من الفريق أنه ما يحاول أنه يواكب هذه الروح المتقدة. عز مصر عز لكل العالم العربي، احنا نريد نشوف مصر دائما في عز وخير، هي سند لكل العرب شرق وغرب. ما في عربي مخلص لعروبته ما يقدر ويسعى الصلاح لمصر. وبعد ذلك غادر الوفد البحريني مبنى هيئة قناة السويس مركز التدريب البحري والمحاكاة، حيث بدأوا رحلة بحرية داخل قناة السويس وشاهدوا عمليا ما تم إنجازه من حفر للقناة الجديدة والتقائها بالقناة الأم وإبحار السفن العملاقة داخلها. المشروع هذا مبهر، خلال متابعتي للعرض الجميل اللي عمل في هيئة قناة السويس شيء عجيب، وسرعة الإنجاز للمشروع شيء مبهر، وكثير من الشركات اللي أنفذت المشروع اشتغلت معاهم أنا هناك في البحرين. هذا مشروع جبار جدا، وإحنا سعيدين جدا كبحرينيين لأن إحنا علاقتنا مع مصر بنحب مصر يعني قد الدنيا، وإحنا سعيدين جدا أن نكون موجودين في هالمكان ومع هالمجموعة الطيبة يعني، وفي هالمناسبة الجميلة بزيارة جلالة الملك الله يحفظه إلى مصر الحبيبة. سوف يكون لها عامل فعال في زيادة التبادل التجاري ليس بين دولة مصر والدول الخليج العربي، بل بين الدول الأوروبية والدول الخليج العربي عن طريق مصر كقاعدة استراتيجية. وواصل الوفد البحريني رحلته البحرية داخل قناة السويس وسط تأكيدات بأنهم عاشوا لحظات تاريخية.
على هامش زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمصر، انتهز الوفد البحريني المرافق لجلالته الفرصة وزاروا قناة السويس واستمعوا لشرح تفصيلي للتطبيق العملي لهذا المشروع العملاق، وكذلك أبحروا داخل القناة. شكري عبد الحميد، لتلفزيون مملكة البحرين، قناة السويس الإسماعيلية.